May I have your attention, please? أيها السادة والسيدات. أيها السادة والسيدات، معالي الوزراء، أصحاب السعادة. نطلب منكم الآن أن نشرع في هذا الاجتماع، اجتماع الجلسة العلنية للجمعية العامة للبيئة الأممية المتحدة. أيها السادة والسيدات، كل واحد منكم سيتحصل على هدية صغيرة هذه الأمسية. إنها هدية رمزية من منظمة Global Tree، وهي منظمة متعاقدة وموجودة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعمل على كل تلك القضايا. وسنبدأ كذلك الاحتفال بالذكرى 50 لبرنامج الأمم المتحدة، وكذا بهذا التعاون. والعديد من الأطفال موجودون معنا وأتوا بهدية أخرى، وهي سيارة المستقبل. وأنا أشجعكم على أن تقوموا بزيارة هذا المعرض، وكذا على الاحتفاظ في قلبكم بكل الرسائل التي ستحصلون عليها من هذه المجموعة التي ستكون معنا بعد قليل. سأطلب من بعض هؤلاء الأطفال، وكذا معكم سنتقاسم الحفل حول الموارد المائية، وسيكون هنالك رسالة حول كل أولئك الذين لديهم مشاكل في الوصول للمياه، وكذا الذين فقدوا الأعزاء والأحباء والعائلات في تحطم الطائرة في أثيوبيا، والذين لم يتمكنوا من المجيء إلى هذه الجمعية العامة للبيئة. أطلب منكم الآن أن نهتم بالبند التاسع، الحوار الرفيع المستوى، الحلول الابتكارية والمبتكرة للأنماط الاستهلاكي والإنتاج. في هذا البند الاجتماع سيستمع إلى البيانات الوطنية الدول غير العضوة في هذه الجمعية، وكذا الوكالات والمنظمات والهيئات الأممية والمنظمات الملاحظة من المنظمات الدولية المختلفة. وسنعمل من خلال كل هذه البيانات على ترتيب الأولويات في الدول والوكالات والهيئات والمنظمات، وتشخيص المشكلات وكذا التحديات والحلول المبتكرة في إطار التنمية المستدامة، والتي سيكون لديها وقع إيجابي على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا على وضع الشروط والظروف اللازمة والتي من شأنها أن تضمن نقلة نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر صديقة للبيئة. وكي نقوم بالعمل على هذه البيانات، لدينا قائمة من المتدخلين طبقا للمادة 35 و36 من النظام الداخلي للجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وكي نضمن كل أولئك الذين يودون أخذ الكلمة يتمكنوا من ذلك، أطلب وأقترح أن تقوم الجمعية بتحديد وقت التدخل لثلاثة دقائق للدول الأعضاء، وخمسة دقائق لأولئك الذين يتحدثون ويأخذون الكلمة أصالة عن المجموعات، وذلك بتطبيقا للمادة 38 للنظام الداخلي. حتى وإن لم تتمكنوا من الإدلاء بالكلمة في ثلاثة دقائق، تأكدوا أنها ستكون موجودة على البوابة الإلكترونية. هل من رأي أو ملاحظة؟ لا أرى معارضة وملاحظة، إذن سيتم هذا على ذلك النحو الموصوف. أود كذلك أن تكون هنالك بعض الاستثناءات لتحديد الوقت لرؤسائي الدول والحكومات الذين سيتوجهون ببياناتهم أمام هذه الجمعية. هل توافقون؟
أرى أن ليس هنالك من معارضة ولدينا ترتيب للتدخلات ويمكنكم أن تتحصلوا على قائمة المتدخلين مع المكلفين بالتنسيق هنا وكذا في المدخل. أود قبل أن أعطي الكلمة لأول التدخل أن هنالك وقت سيكون موجود على الشاشة كي نتمكن من التحكم في الوقت وسينطفئ الميكروفون عندما سيكون هنالك تجاوز لهذا الوقت وأطلب من كل المتدخلين أن يتدخلوا في الوقت المتاح لهم. نحيطكم علما كذلك أن نسخة مصورة ومكتوبة ستكون موجودة على الموقع الإلكتروني للجمعية. وأود كذلك أن أذكر كل الوفود التي لم تقم ببعث وإرسال هذه البيانات إلى الأمانة أن تقوم بذلك، وخاصة أولئك المتدخلين باللغة العربية، مع الشكر من المقصورة العربية. أود الآن أن أطلب وأدعو السيد سام جيكتوريس وزير المياه والبيئة لأوغندا. لكم الكلمة سيدي. Mr. President. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدة المديرة التنفيذية بالنيابة لبرنامجي الأمم المتحدة وكل في موقعه وترتيبه وصفته، سيدي الرئيس، أود أن أشكركم بادئا لكل المجهودات التي بذلتموها في الإعداد والترتيب لهذه الجمعية. أشكر حكومة جمهورية كينيا على احتضانها لهذه الجمعية للبيئة. سيدي الرئيس، إن الموضوع المختار لهذه الدورة الحلول المبتكرة لرفع تحديات البيئة والتنمية والاستدامة في الإنتاج والاستهلاك لابد من أن تحثنا على التشاور والحديث عن كل تلك تقاسم تلك البيانات والعلمية والتكنولوجية من أجل تقليص الضغط على الكوكب الأم باحترام الموارد الطبيعية وكذا بالنظر إلى قدرات كل البلدان والمناطق. فيما يخص بلدي سيدي الرئيس أوغندا، نأخذ كل الإجراءات من أجل أن نحترم كل الحقوق أو الواجبات الدستورية لضمان حقوق الموارد الطبيعية النظيفة والبيئة النظيفة. فخامة رئيس الجمهورية قام بالمصادقة وإصدار قانون جديد للبيئة مبني على نجاعة استعمال الموارد الطبيعية وإعادة الاستعمال وإدارة سليمة للمواد الكيماوية وللنفايات والمنفايات الإلكترونية وكذا الدفع في مواقع حيث يوجد هنالك تجاوز لهذه الإجراءات. إنه لموضوع مهم بالنسبة لهذه الجمعية ولابد من أن نتحدث عن كل تلك الإجراءات التي لابد من أن نطبقها. فضلا فإن حكومة بلدي تقوم بترقية المنهجيات النظيفة للإنتاج والاستهلاك، وكان هنالك عديد من الأمثلة، منها المصانع لإنتاج الإسمنت التي كانت لديها مواد تدخل في الهواء لها وقع سلبي على السكن وعلى الظروف المعيشة في المحيط. قمنا بتنظيفها وقمنا بإعادة النظر في المعدات وفي التكنولوجيات وكذا
في ميدان الري. عدد من كل هذه الإجراءات تم تطبيقها في أوغندا. أوغندا هي أحد الدول التي تقوم بتطبيق المشروع الأفريقي الأخضر. عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أدخلت حلولا مبتكرة في نجاعة استعمال الفنيات والتقنيات الصناعية والإنتاجية من خلال تبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الدولية المختلفة. عدد من النتائج الجيدة في الأراضي الخثية والمحاربات نزع الطابع الأخضر والغابي، وكذا عدم استعمال المواد الخطرة، وهذا تطبيقا للقانون الوطني حول التنوع الطبيعي. وكذا ينقطع الصوت. شكرا جزيلا لكم صاحب السعادة سيدي الوزير. الوقت المتاح من طرف الجمعية تم تجاوزه. أطلب منكم أن ترسلوا لنا هذا البيان كي يتم وضعه على بوابة الإلكترونية للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والجمعية العامة. أطلب من المتدخلين أن تقوموا بالتدخل في 3 دقائق، وهو الوقت المتاح للتدخل. And now it's my honor to invite. أود أن أطلب الآن من السيدة بولا كريستينا فرانسيسكو وزيرة البيئة لأنغولا. نعطيكم الكلمة سيدتي. Your Excellency the President. سيدي رئيس الجمعية العامة، أيها الزملاء، باسم حكومة أنغولا وباسم رئيس الجمهورية أود أن أتقاسم معكم التعازي بعد الحادث الأليم. إن أنغولا لديها تاريخ طويل في حلول ابتكارية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الاجتماعات التي والمقاربات، وكيف يجب أن نقوم بذلك اليوم من خلال هذه الحلول المبتكرة. نحن هنا نود أن نقود هذا الأجندة الجديد من أجل رفع التحديات المثيرة أمام بلداننا. لدينا خطط وطنية للتنمية مرتبطة مع التغير المناخي والحفاظ على الحظائر الطبيعية للسنوات 2018-2022، ونود كذلك أن نرفع طموحات بالنسبة للمجموعات السكنية، وكذا أن نقوم بتطبيق كل الإجراءات. ونطلب كذلك من كل الصناعات التي تقوم بالعمل والنشاط على هذه القطاعات أن تنضم في هذا المجهود لرسم هندسة جديدة وقياس وتقييم لوقع كل الأنشطة الصناعية والاقتصادية على البيئة. ونود أن نحث وأن نتحدث بصوت واحد، لأن القيادة كي ندخل في الطور المقبل لمؤتمر الأطراف وللتغير المناخي مثلا، نحن نعمل بنشاط على هذه القضايا. أما فيما يتعلق بالأجندة الوطنية والإقليمية، نطلب كذلك ونعمل على الحفاظ على الحظائر الطبيعية، ونطلب من الوكالة الأممية أن تكون لديها مقاربة شاملة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجموعات السكانية، وإدراج المنهجيات والمقاربات وتطبيق للاتفاقيات الدولية المناخية، وكذا البراهين والبيانات العلمية. ونود كذلك أن ندعو إلى أن يكون هنالك إعلان كي نوحد كل المجهودات. Thank you, Minister Francisco.
أشكر الوزير فرانسيسكو عفوا على هذا التدخل. أطلب الآن من السيد باتيو باسيير وزير البيئة والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي لبوركينا فاسو. سيد الوزير لكم الكلمة. سيدي رئيس الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة، سيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أيها السادة والسيدات، أود بدءا أشكركم سيدي الرئيس على رئاسة هذا الاجتماع المهم لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وأن أقول لكم أنكم يمكنكم أن تعولوا على بلدي لنجاحي في هذه المهمة. أغتنموا هذه الفرصة كي أعبر عن امتناننا وعلى شكرنا لحكومة كينيا وعلى حسن الاستقبال الأخوي والحار الذي حظينا به منذ أن وصلنا إلى هذا البلد المضياف، وكذا كل الإعدادات منذ أن وصلنا. كما هذا موارد في مذكرة هذه الجمعية العامة للبيئة، أي الحلول المبتكرة ليست هدفا بل وسيلة لرفع تحديات البيئة، لابد من أن نضع الحفاظ على البيئة في لب التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وبرفع هذه الطموحات من خلال تكييف أنماط الاستهلاك والإنتاج خدمة لرفاهية البشرية والكوكب. وهذا يستوقفنا جميعا على أساس المسؤولية الموحدة والمتميزة للوصول للتنمية المستدامة. وأود أن أغتنم كذلك هذه الفرصة كي أتحدث عن كل العمل الذي يقوم به بلدي من أجل رفع تحديات الضغط على مواردي الطبيعية. إن هذه التمارين أو هذه التطبيقات وصلت بنا إلى العمل على قضايا الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وكل المتدخلين في هذه الميادين. إن تعريف هذه السياسة أو تحديد هذه السياسة الوطنية لابد منه من أجل أن نصل إلى إجابات على المستوى الدولي واستراتيجيات بيئية مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي. اعتماد هذه السياسة هو في لب النظرة الشاملة لتحسين أنماط الاستهلاك والإنتاج في بوركينا فاسو. وقد قمنا بأولا العمل رسمي وتنفيذي خطة عشرية للعمل حول الإنتاج والإنتاج والاستهلاك، تبسيط تنمية وتطوير هذه الأنشطة بالنسبة للمستعملين. أن نقوم كذلك بترقية التكنولوجيا النظيفة بتقليص الكربون، وأن كذلك أن نقوم كذلك بترقية الشراكات وروح المبادرة، وأن نقوم بالعمل على السياسة الضريبية للمؤسسات للحفاظ على البيئة، وكذا مواصلة العمل على بلورة ترسانة قانونية حول هذه القضايا. إن حكومة البلد تواصل وبذل هذه المجهودات مع كل الشركاء للتنمية، وذلك من أجل رفع تحديات البيئة. عدد من الجمعيات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل مع بوركينا فاسو لتنمية هذه القضايا. وفي الختام، فإن حكومة بوركينا فاسو عازمة على إعطاء كل هذه الأجوبة لكل تلك الالتزامات بعد الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، رغم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها بلدنا. Thank you, Minister Basir. نشكر الوزير باسيير على هذا التدخل. أعطي الكلمة إلى السيد غوران تريفان وزير البيئة ووزير حماية البيئة لصربيا. Once again, Mr. President, Your Excellency.
سيدي الرئيس صديقي من إستونيا بعض الملاحظات. أولا باسم وفد جمهورية سربيا أود أن أعبر عن امتناننا لحكومة كينيا وإلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على حسن الإعداد وعلى حسن الاستقبال لهذا الحدث. الموضوع حلول مبتكرة وأنماط جديدة للاستهلاك والإنتاج، هذا مهم وجوهري في مواضيع التنمية، وبلدي ينمو كثيرا على هذا الدرب. فيما يتعلق باستعمال الطاقة المتجددة، إعادة الاستعمال وتسيير جيد وسليم للنفايات، نحن نعرف التطور والتقدم في هذه في هذه الميادين. 70% من النجاح الذي وصلنا إليه من خلال رفع وعي المواطنين، وهذا مهم جدا لأن هذا مهم بالنسبة للمواطنين. عدد من المشاريع والمخططات المرتبطة مثلا بالتغير المناخي، استعمال الأفكار من الشباب وشباب الطموحين سواء في سربيا أو في العالم، ونعطيهم الفرصة لمساعدة بلدنا على تنمية وتطوير القضايا البيئية. وكذا لابد من أن نقول أن هنالك أهمية للتنسيق والتعاون الدوليين، وكذا الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعمل كذلك مع جيراننا في إيطاليا حيث عملنا على إبرام اتفاقات مع أكثر من 20 دولة في جنوب أوروبا، ونشكر برنامج الأمم المتحدة على الدعم لذلك للوصول لحلول. بعض الدول لا تعرف أو تعرف تفاوتا في التنمية، ولا نصل إلى مستوى الاقتصادات في أوروبا الغربية، لكن نقوم بالعمل من أجل تكييف هذه الوضعيات وأن نصل إلى حركية استثمارية اقتصادية نظيفة في منطقتنا. لابد من أن نقول أن صربيا لا تزال ملتزمة بحماية البيئة، وكذا بناء اقتصاد يكون فيه مسؤولية الإنسان مستدامة. ماذا نقوم به؟ نقوم بابتكار حلول في مسارات التنمية في المجتمع ولدى المواطنين والمواطنات. ما هو البرنامج المستقبلي في إطار هذا الابتكار؟ بذل مجهود من أجل أن نفكر خارج الصندوق، وكذا إيجاد الحلول المبتكرة ورفع الوعي ورفع تحديات الصحة والبيئة والحفاظ على الغابات وعلى الطبيعة. في الختام، ما نود أن نقوم به هو أن نصل إلى مستقبل جيد، لكن مستقبل بالنسبة لمن؟ لكل الإنسانية. نحن هنا لا نتحدث فقط عن الإنسانية والبشرية. ما هو الحال بالنسبة لمستقبل كل الأنواع الطبيعية الحية الأخرى التي نتقاسم مع هذا الكوكب؟ Thank you, Minister. أشكر السيد الوزير وكذا على هذه الروح القيادية في إقليمكم. أطلب الآن من السيد بواتينغ وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لغانا، نعطيكم الكلمة. Your Excellency. أصحاب السعادة، السيد رئيس الجمعية للبيئة للأمم المتحدة، الوفود الكرام، سيداتي السادتي،
إن غانا لفي طريقها نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين منذ 2010 وطورت استراتيجيات لتطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات لعكس التدهور البيئي وتعزيز المقاومة لتغير المناخ. هذه المقررات مكرسة في إطارنا السياسي لتنمية الوطنية المتوسطة المدى، والعبر التي تم تعلمها قد تم تضمينها في دراسة تحدد ثلاث قطاعات: الحراجة والزراعة والطاقة، وذلك للانتقال إلى اقتصاد أخضر بإدارة للنفايات متكاملة وأيضا قضايا متداخلة القطاعات. وحتى نبدأ في تنفيذ الاستهلاك والإنتاج المستدامين وفعالية الموارد والإنتاج النظيف في غانا، فإن برنامج اليونيب واليونيدو قد يسر مركز إنشاء مركز الإنتاج النظيف الوطني في غانا، والذي يهدف إلى مع أيضا وكالة حماية البيئة. وتم تحويل البرنامج لبرنامج الأخضر لإفريقيا، وتم استهداف ثلاث قطاعات وهي السياحة والإدارة والطاقة المتجددة كقطاع كميدان متداخل القطاعات. وإن غانا تؤيد فعالية الموارد والإنتاج النظيف في قطاع التصنيع في 15 شركة متوسطة الحجم، وإن أيضا بناء وصون المصانع الخضراء. وحتى هذا اليوم لدينا عدد من هذه الصناعات التي تعمل بطاقة البيوغاس، وأخرى تعمل تولد 10 كيلوات من النفايات العضوية لتوليد الكهرباء. هذه المواد يتم تحديدها على أنها في إطار عملية انتقالية للتوصل إلى مجتمع صفري النفايات. وقد تطورت سوق الأموال، حيث أن هذه الشركات المتوسطة الحجم يمكن أن تستخدم موارد كثيرة. حضرة الرئيس، لقد أنشأنا فرص عمل خضراء و 8000 كيلوات التي تمت من كيلوغرام من الشركات التي ليست لديها انبعاثات الغاز الدفيئة، وهناك كذلك الشركات أخرى تعمل للمستقبل الذي نريده. شكرا لحسن انتباهكم. شكرا. يقول الرئيس سيدي الوزير من غانا على بيانك. والآن أدعو صاحب السعادة الدكتور سابو أوجانو من وكيل الدولة من البيئة من كمبوديا. تفضل سيدي، الكلمة لك. إكسلنسي مينستر، صاحب السعادة، السيد الرئيس، السيدات والسادة، بداية باسم حكومة كمبوديا أود أن أعرب عن شكري الخالص لبرنامج البيئة ولحكومة كينيا على احتضانهما للدورة الرابعة للجمعية بالترتيبات الممتازة وحفاوة الضيافة. كمبوديا في الآونة الأخيرة خاضت استعراض السياسة لوضع آليات وبرامج وتخطيط، وذلك لتنمية مستدامة وسياسات أيضا تنموية لتغير المناخ واستراتيجية تغير المناخ والحد من التلوث وفعالية الموارد. إن كمبوديا أيضا تقوم بالحماية الموارد الطبيعية وإدارتها، وذلك على المستوى شبه الوطني لفعالية الموارد ولمراقبة التلوث. إن مسودة لقانون قيد الإعداد وستكون شاملة من حيث القوانين للحماية البيئة. وعلاوة على ذلك، كمبوديا قد قامت بحماية مناطق تصل إلى 7.5 مليون هكتار، بعضها
أصبحت مقاصد سياحية إيكولوجية، كما أن كمبوديا لديها آليات بين الوزارات تسمى آلية التنمية الوطنية تنسق بين الوزارات والوكالات المختلفة، وذلك للمشاركة في خطط التنموية. سيداتي سادتي، على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي، كانت كمبوديا تؤيد مفاوضات تغير المناخ، وصدقت على اتفاق باريس وفي إطار الـ UNFCCC واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية ستوكهولم وباسل، وكذلك قرارات البيئية للأمم المتحدة. نفهم مدى أهمية الالتزام والتعاون من قبل الدول وأصحاب المصلحة، وذلك بوفرة التكنولوجيا والموارد التي تخصص لتأييد العمل في هذا الشأن. ولذلك فإن كمبوديا تتوقع من الإعلان الوزاري والقرارات المختلفة ونتائج هذا المؤتمر أن تكون متوازنة، وذلك لاستدامة البيئية ومواجهة التحديات وتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وأخيرا أنهي كلمتي بإعادة تجديد التزامنا مع الشركاء المختلفين لكي نواجه التحديات البيئية بصورة فعالة، بما في ذلك تطوير تنفيذ العمل المشترك والشراكات لتلك التحديات في طاقة كمبوديا وفي العالم. شكرا لك حضرة الرئيس. الرئيس، أشكر صاحب السعادة ممثل كمبوديا سابو أوتشانو، والآن صاحب المعالي سيد سعادة بوكام فوراتشي نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة من جمهورية لاو الديمقراطية. عفوا، المتحدث صاحب السعادة. سيداتي سادتي، في المقام الأول وباسم شعوب حكومة لاو، أود أن أعرب عن دعمنا لوزارة الجمعية للبيئة الرابعة، ونحن ملتزمون بالعمل في تنفيذ القرارات المتضمنة في الإعلان الوزاري. علاوة على ذلك، نؤيد تأييدا كاملا نشرة التوقعات السادسة والرسائل الأساسية في SMP، وذلك لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في هذه، فهي سترجع بالخير على كوكبنا. حضرة الرئيس، في العقدين الأخيرين حكومة اللاو قامت بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، ثم الآن الأهداف الإنمائية المستدامة، وإن الحكومة قد وضعت آليات للتنسيق بشأن إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة على المستوى الكلي، وكذلك سياسات القانونية واستراتيجيات على المدى الطويل بترشيد إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وكذلك في خطة التنمية المستدامة على المدى الطويل واقتصاديات ذات كربون منخفض. وقمنا بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 70% في السنة. واليوم أود أن أطلعكم، في أوائل هذه السنة حكومة لاو قد قامت بحوار في العاصمة، وذلك لاحتضان صندوقين خاص الاقتصاد، صندوق التنمية الاقتصادية الخضراء والتنمية المستدامة والتصنيع، ولدينا التزام قوي في تنفيذ القرارات الجمعية، ونعتقد أنه من خلال المظاهرات الجادة للشراكات والمساعدة والالتزامات المشتركة سنستطيع أن نسمح لعالمنا
أن يحقق الأهداف السالفة الذكر. شكرا لحضرة الرئيس. I thank Her Excellency, Ms. شكرا لك صاحبة السعادة على بيانك. وأدعو الآن صاحب السعادة تشيكديت أتوكور مندوب تايلاندا لكي يدلي ببيانه. تفضل سيدي لك الكلمة. Mr. President. سيد الرئيس، في المقام الأول أود أن أعرب عن تعازي لأسري وأصدقائي من فقدوا حياتهم في الحادث المفجع يوم الأحد. شرفي كبير أن أحضر هذه الجمعية، وأعتقد أن نتائج هذا الاجتماع ستساهم في الجهود الإضافية لتحقيق جدول 2030 للتنمية المستدامة. وتايلاندا قد ضمنت الاستهلاك والإنتاج المستدامين في عدد من السياسات الوطنية وأطرها، بما في ذلك إنشاء خارطة طريق من 20 سنة تهدف إلى النهوض بالاستخدام الفعال للموارد والحد من التلوث، وكذلك الشروع في برنامج الصناعات الخضراء والحد من البلاستيك، فهو جزء مهم بالنسبة لسياسة تايلاندا. إن خارطة الطريق لعشرين سنة للتخلص من البلاستيك قد بدأت، وتم إعداد خطة عمل لحظر الغلافات الزجاجات البلاستيكية والاستخدام الوحيد للبلاستيك، وذلك بحلول 2045. كما قمنا في حملات كثيرة، وهذه الحملات لحظر استخدام البلاستيك، وتم التخلص من 7 مليون من البلاستيك كل يوم. وهناك كذلك صندوق قام بدعم السلطات المحلية، وذلك فرز البلاستيك في المصدر. كما أننا دعمنا التكنولوجيات الخضراء وحشد التمويل للنهوض بالاستخدام الفعال للموارد. السيد الرئيس، إن تايلاندا تعتقد أن الشراكات الإقليمية والمحلية بين أصحاب المصلحة مهمة، وذلك لتنفيذ فعال للاستهلاك والإنتاج المستدامين. في السنة الماضية تايلاندا انضمت إلى حملات برنامج اليونيب Clean Seas Campaign، وذلك لتنظيف المحيطات من الملوثات البلاستيكية. وكرئيس للأسيان هذه السنة احتضنا اجتماعا وزاريا لمنطقتنا بشأن النفايات البحرية، والذي حدد برنامج عمل بشأن النفايات البحرية. كما أننا عقدنا 3 منتديات في آسيا والمحيط الهادي. وأخيرا نأمل بأن الجمعية ستواصل تكون المنتدى الأساسي لمواجهة التحديات وإيجاد حلول مشتركة، وذلك لفائدة الجميع دون أن نترك أي أحد جانبا. شكرا جزيلا الشكر. I thank His Excellency. شكرا لصاحب السعادة سيد جرديكا أتاكور. والآن أود أن أدعو السيد ميلوراد سكيبانوفيتش من مونتينيغرو، فليتفضل له الكلمة. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، اسمحوا لي أن أعرب عن تقدير المونتينيغرو لجهود الجمعية، وذلك لترسيخ ركائز الجدول التنمية المستدامة بحلول 2003. انتهز هذه الفرصة، وذلك لإدارة الموارد الطبيعية، وكذلك
لإنتاج الخدمات والسلع. لابد أن نتحقق من أن الأداءات لن يتم تخفيضها، وإنما الإنتاجية والابتكارات وإنشاء فرص العمل والتكنولوجية السليمة والاستهلاك والإنتاج المستدامين والممارسات الأخرى يتم رعايتها. ينبغي تحقيق ذلك بالحد من الضغوط التي يسبب فيها الإنسان على الموارد الطبيعية وتوفير سطح بيني بين بيئة سليمة وأناس أصحاء. ولهذا باسم حكومة مونتينيغرو أود أن نعتمد البيان الوزاري، ولكن حتى نقيس أثاره في منطقة جنوب شرق أوروبا هناك حاجة ماسة لمراعاة نتائج المؤتمرات الوزارية والحلول الابتكارية للتلوث، وذلك لإنشاء مكان يكون فيه برنامج البيئة حاضرة إقليميا. ولذلك مونتينيغرو تقترح في برنامج العمل والميزانية 2020-2021 واجهة التحديات البيئية، وذلك بجعل استجاباتنا أكثر فعالة. اللهم إذا كان الحضور شبه الإقليمي موجودا وقويا، ولذلك فإن الحلول تود أن بالتذكر بالأهداف، فإننا نطالب بالمؤسسات التي يتم إحداثها على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي. ومونتينيغرو تعتقد بأن القرارات المتعلقة بالتقرير نشرة التوقعات البيئية السادسة ستصبح العمود الفقري لبرنامج البيئة، ونحن سعداء لنعرب عن ردانا وتقديرنا وذلك لمواقفنا الوطنية. وفي الوقت ذاته نحن نشير إلى الدور الكبير لخطة عمل البحر المتوسط البيئة، وذلك بتقديم رصد شامل آخذين في الحسبان أن مساهمة المرأة في التنمية المستدامة للجبل الأسود وكذلك النتائج التي تبينها قيادة المرأة التي تهدف إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لمونتينيغرو أو للجبل الأسود مهمة، وذلك بالإعراب عن أن النتائج وجهود البيئة ستجد تآزرا وحلولا وشراكات وأنظمة إيكولوجية. ولذلك أود أن نتمنى لنا جميعا دورا إيجابيا. شكرا. شكرا لصاحب السعادة المتحدث من الجبل الأسود. والآن أدعو سنؤو من رئيس وفد ميانمار أن يتفضل بأخذ الكلمة. تفضل سيدي، لك الكلمة. صاحب السعادة السيد الرئيس، رؤساء الوفود الكرام، أيها الوفود، سيداتي وساداتي، طابت أوقاتكم. أنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن شكري لحكومة وشعب كينيا، وذلك على حفاوة الضيافة لبرنامج البيئة لتنظيم هذه الجمعية الممتازة والتي تحضرها الدول الأعضاء وكذلك شخصيات من العالم. تمت طلبات كبيرة بسبب التغيرات الحديثة من حيث المياه والاقتصاد والبيئة التي أدت إلى ضغوط على الطبيعة وإلى شحة في المياه والغذاء وكذلك النفايات وغيرها من المواد الكيماوية السامة التي تهدد البيئة والبشر. ونحن في ميانمار ندرك بأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين سيسمح بنفايات صفرية إذا تم استخدام وإعادة تدوير المواد المستخدمة، وهذه بطبيعة الحال تشبه الطريقة التقليدية في آسيا بحيث أن الاستخدام مرتبط بالطبيعة. دراسة مؤخرا بينت أن
من المهم بالنسبة للحكومة والمؤسسات المالية أن تأخذ في الحسبان الاقتصاد الأخضر وأن تركز أيضا على توسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دون أن تأخذ في مع أن تأخذ في الحسبان الإنتاج والاستهلاك المستدامين وكذلك شحة الموارد واستنفادها. وعلاوة على ذلك لابد من تشجيع الاقتصاد الأخضر. وبالرغم من هذا الوضع غير المشجع الذي يتطلب اقتصادا أخضر، هناك فرص كبيرة بالنسبة لميانمار لكي تطور نظاما منذ البداية يكون أخضر. والنهوض بالإرادة لمتابعة الانتاج والاستهلاك المستدامين بغية تعزيز جودة حياة البشر وفعالية الموارد والحد من النفايات، مما سيؤدي إلى تنمية مستدامة. إن مثالا ممتازا لذلك وهو قد دعمه الاتحاد الأوروبي والذي ينهض بالإنتاج والاستهلاك بغية زيادة تنفيذ التزام الحكومة والوفاء به حيال الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم. وخلاصة أود أن أعرب عن شكري العميق لأمانة البيئة والأمم المتحدة وكل الوفود التي تحضر هذه الجمعية، وأصبو إلى الشراكة معكم جميعا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في مناح العالم. شكرا. I thank Dr. Sandhu for your statement. May I now invite her excellency. أشكر الآن الدكتور سوسن علاني من جمهورية سوريا العربية. تفضل. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة السفراء والمندوبون الدائمون، السيدات والسادة، أتقدم لكم بداية بالشكر على جهودكم في إدارة أعمال هذه الدورة. السيد الرئيس، تواجه الجمهورية العربية السورية ظروفاً استثنائية تتمثل بالحرب الإرهابية التي تشن عليها منذ العام 2011، وكذلك العمليات غير الشرعية لما يسمى بالتحالف الدولي وآثاره السلبية التي أدت إلى تدمير واسع للبنى التحتية والبيئية، الأمر الذي دعا إلى توظيف جزء كبير من الموارد الوطنية المتاحة والجهود من أجل مواجهة انعكاسات تلك الظروف الاستثنائية. السيد الرئيس، إن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها سوريا وبطريقة ممنهجة تبدو آثارها السلبية واضحة على البيئة، فقد قامت مجموعات داعش الإرهابية بتكرير النفط في المناطق التي استولت عليها، الأمر الذي دعا إلى تلوث مصادر الماء والهواء والتربة في مناطق واسعة، وبالتالي أثر على عملية إنتاج واستهلاك النفط ومشتقاته بشكل كبير، عدا عن مخلفات غير المفجرة والألغام التي تركتها التنظيمات الإرهابية خلفها في المناطق التي استعادت الدولة السورية سيطرتها عليها، والتي خلفت إما إعاقات دائمة لدى العديد من المواطنين السوريين أو أودت بحياة الكثيرين منهم. نذكر هنا بالدور الكبير الذي قامت به الجمهورية العربية السورية متمثلة بجيشها في مكافحة الإرهاب والأنشطة الإرهابية المسببة للتدهور البيئي والضارة بالتنوع الحيوي، وكذلك الحفاظ على مواقع التراث والأوابد الثقافية والحضارية ذات القيمة التاريخية الكبيرة. السيد الرئيس، إن الحرب الكونية الإرهابية على الجمهورية العربية السورية وما ترافقها من توقف في البرامج والمشاريع البيئية الممولة من قبل المنظمات البيئية الدولية والتي كان قد بشر بها سابقاً لم تقتصر فقط على ما سببته من خسائر هائلة في البنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بل إنها أيضاً أثرت سلباً على التدابير والجهود المبذولة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية التي تهدف إلى حماية البيئة ودعم الخطط الوطنية في هذا المجال ومتابعة تنفيذ مكونات الاستراتيجية البيئية الوطنية. ومن تلك البرامج الدولية التي توقفت أو تم إيقاف تمويلها برنامج إدارة النفايات الصلبة، الأمر الذي أدى للأسف إلى انتشار القوارض والأمراض المعدية كالليشمانيا، بعد أن كانت الجمهورية العربية السورية قد قطعت شوطا بعيدا في القضاء الكلي على عدد كبير من الأمراض وتحقيق 90% من التحصين الصحي للأطفال. السيد الرئيس، إننا اليوم نقع في مسافة زمنية تفصلنا 11 عاما عن الموعد المنشود لاستكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إلا أن التدابير الاقتصادية القصرية أحادية الجانب
التي فرضتها بعض الدول والكيانات الإقليمية ضد الجمهورية العربية السورية منذ عام 2011 والتي ما تزال مستمرة حتى تاريخه تقف عائقا في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعتبر استمرار تلك التدابير هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهود الوطنية لحكومة الجمهورية العربية السورية للوفاء بالتزاماتها في مجال حماية البيئة. إن هذه الظروف عززت من قناعة الجمهورية العربية السورية بضرورة جعل نهج الاستدامة كأول أولوياتها الوطنية. تتطلع الجمهورية العربية السورية استعادة وتعزيز ركائز التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال استعادة كافة المنظومات الإنتاجية والخدمية بأبعادها البيئية وضمن الأطر المؤسساتية لها، الأمر الذي يعتمد على مدى التزام الدولة من أجل توفير الدعم الفني والمالي ودعم عمليتي نقل وتنطيل التكنولوجيا وبناء القدرات. السيد الرئيس، وأخيرا وفي ضوء ما سبق، فإن هذا الواقع يتطلب مساعدة تقنية من اليونيب من خلال تقديم الدعم بكافة أشكاله وتوفير التقنيات الحديثة والخبرات الفنية والمهنية اللازمة. I thank Her Excellency Dr. Sosan Alawami for your statement. May I now invite. أشكر سيريا ومن ثم أطلب الآن من مندوب الأردن لأن يتقدم بكلمته. تفضل سيدي. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، أرجو أن أؤكد وكما يعلم الجميع بأن كوكبنا يتعرض لضغوط كثيرة ويواجه العديد من التحديات، على رأسها زيادة نسب التلوث نتيجة لعدم التقيد بالشروط البيئية وضعف الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى مجتمعاتنا بشكل عام وتردي الأنظمة الحيوية وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير مستدامة وكذلك التدهور البيئي في عدد من المناطق وخصوصا تلك التي تشهد النزاعات المسلحة أو التعرض لهجمات إرهابية. إن المملكة الأردنية الهاشمية ومن منطلق إنساني قد استضافت على مدار العقود السابقة مئات الآلاف من اللاجئين وفتحت أبوابها لهم وما زالت مستمرة بموقفها الإنساني تجاههم. وكما تعلمون جميعا فإن المملكة تستضيف على أراضيها ما يقارب 1,300,000 لاجئ سوري، أي ما نسبته 20% من سكان المملكة الأردنية الهاشمية، مما يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، حيث أن المجتمع الدولي لم يلبي احتياجات سوى 35% من تلك الاحتياجات، مما شكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، وعجزت الأردن لغاية الآن عن استقبال مزيد من اللاجئين. إن تطبيق مفاهيم ومبادئ الحكم البيئية واتباع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامين هي أهم الركائز التي لا بد من تفعيلها من أجل الوصول إلى تنمية شاملة تضمن تحقيق نمو اقتصادي مرن مستدام وتوفير التنمية الاجتماعية وحماية المصادر الطبيعية. لذلك كان لابد من العمل بشكل مؤسسي مبني على التخطيط طويل الأمد من أجل ترسيخ هذه المبادئ وتطبيقها على كافة المستويات. عند الأردن وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها يعتبر من الدول السباقة التي لها دور ريادي على مستويين الإقليم والدولي في مجال التنمية المستدامة وتبني الوسائل التي تساهم تحقيقها من أجل التحول التدريجي والمدروس نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع تطبيق مفاهيم ومبادرات التحول نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين. كما أن الحكومة الأردنية قد قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال والتي من أهمها إعداد الخطة الوطنية للنمو الأخضر والخطة الوطنية للتحول نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة في قطاعات النفايات والزراعة والمياه والنقل والسياحة والطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. أرجو الإشارة وانطلاقا من اهتمام المملكة في بهذا الاجتماع اليونية الرابعة أو الاجتماع الرابع للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة، قد استضافت مؤخرا مؤتمرا استثنائيا لوزراء البيئة العرب في شهر كانون الثاني الماضي وذلك لتحضير اجتماع الجمعية العامة الرابع لبرنامج الأمم المتحدة من منطلق الاهتمام الكبير للدول العربية لهذا الاجتماع والموضوعات
التي سيتم مناقشتها والقرارات التي سيتم اتخاذها من خلال اجتماع الجمعية العام. في الختام أشكركم لحسن استماعكم، مقدما الشكر لبرنامج الأمم المتحدة على حسن التنظيم والجهود المبذولة لدعم مسيرة الدول تحقيق التنمية المستدامة، كما الشكر موصول للحكومة والشعب الكيني على استضافتي لهذا الاجتماع. Thank you Mr. President. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank His Excellency Dr. Sulaiman Arabiad. أود أن أشكر سيد ممثل الأردن والآن السيد سالم سليمان الحارثي مندوب عمان لكي يدلي ببيانه. تفضل سيدي. معالي السيد رئيس الجلسة، أصحاب السعادة، رؤساء الوفود، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتقدم في البداية بالشكر الجزيل لحكومة كينيا على حسن الرعاية والاهتمام الذي تتلقاه الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات، كما أشكر كذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة على حسن التنظيم والترتيب لأعمال هذه الدورة. إننا في سلطنة عمان نؤكد على أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية وصحية واجتماعية، والتي أكدتها التقارير الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها السلبية على المستوى العالمي. إن شتى بقاع العالم قابلة للتعرض للأثار والمخاطر المرتبطة في تغير المناخ، وتعد الأعاصير والعواصف والفيضانات وكذلك ندرة المياه والتصحر والجفاف وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسب ما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعينة المعنية بالمتغيرات، والتي تم تنفيذها حتى الآن من أهم التحديات التي تواجه العالم المعاصر. إن سلطنة عمان تقوم بإعداد استراتيجية وطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، والتي اشتملت على قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسب لها، تعد كفيلة لمجابهة هشاشة النظام البيئي والتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن. كما أن سلطنة عمان لديها عدة مبادرات تعنى بحماية طبقة الأوزون، والتي من بينها مبادرة مناخ أفضل لمستقبل أخضر، والتي تعني بإيجاد معايير استرشادية وممارسات تخدم القطاع الصناعي بهدف التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما اعتمدت السلطنة آلية مشاريع التنمية النظيفة، وهي واحدة من الآليات المحددة في بروتوكول كيوتو وفقا لإجراءات محددة لتسجيل عدد من المشاريع بمختلف القطاعات على المستوى الوطني ضمن المبادرة المذكورة. وفي مجال التنوع البيولوجي تعمل السلطنة على مبادرات الاستثمار في المحمية الطبيعية والسياحية البيئية من خلال العمل على طرح عدد من تلك المحميات للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص، والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة في المجال البيئي. وتنفذ سلطنة عمان عدة مشاريع في مجال زيادة الغطاء النباتي في المناطق المعرضة للتصحر ضمن مبادرة الأشجار، وذلك من خلال زراعة النباتات البرية العمانية بهدف الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية. وهنالك مبادرة أنماط الحياة المستدامة بهدف التوعية وللتقليل من استهلاك المواد البلاستيكية، والعمل ضمن شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه المبادرات. إن السلطنة تتمتع أو سلطنة عمان تتمتع بمقومات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر، وتقوم بالعمل على تنفيذ السياسات البيئية للطاقة، وتهدف من خلالها للتعاون على البدائل للطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري والتقليل من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، الأمر الذي يساعد على تحقيق التوازن البيئي والتنوع البيولوجي واستدامة تلك الموارد. وتعد جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة ونموذجا عالميا لمواقف السلطنة المشهودة بها في خدمة قضايا البيئة، وهو نهج قويم منذ بداية عصر النهضة المباركة في السلطنة والمتمثل في حماية وصون البيئة التي تتجسد في مبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. فمنذ انطلاق الجائزة في عام 1989 امتد عطاؤها ليشمل كثير من المؤسسات والشخصيات المعنية الدولية بمجال البيئة على مستوى العالم. السيد الرئيس، ومن هذا المنطلق فإننا نعمل بشكل وثيق على التعاون مع برنامج المتحدة للبيئة لمواجهة التحديات البيئية في أشكالها المتعددة الصحية والاجتماعية كمنهج متكامل للتنمية المستدامة.
I thank his. أشكر المندوب الموقر لسلطنة عمان على هذا البيان. والآن أدعو السيد بردي رئيس وفد تركمانستان من أجل أن يلقي كلمته. تفضل سيدي. السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية ونيابة عن وفد تركمانستان أن أتوجه بخالص وأحر التعزية بعد الحادث المأساوي الذي تم في 10 مارس، والخاص بتحطم الطائرة القادمة من أديس أبابا إلى نيروبي، والتي أودت بحياة أكثر من 157 من الأشخاص، ومن ثم أحر التعازي لأسر الضحايا. إن حماية البيئة وكذلك صون جمال وثروة عالمنا يعتبر جزء لا يتجزأ من السياسة البيئية التي تقوم بها حكومة تركمانستان. وكذلك من بين أولوياتنا أن نعمل على نمو الاقتصاد بالاستخدام الرشيد للموارد البيئية والطبيعية من أجل خلق سبل المعيشة لأهل تركمانستان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكما ذكر معالي الرئيس في القمة السابقة، فقد ذكر أنه في كل مجال من المجالات الخاصة بالوثيقة التي تبنتها الأمم المتحدة فقد نجحت دولتنا في إحراز التقدم، وقد استطعنا كذلك في أن نتشاطر خبراتنا على الصعيد الدولي. ونعرف أنه في عام 2019 هناك بعض الموضوعات مثل مكافحة تغير المناخ، وكذلك العمل على تخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها. وعلينا أن نعمل على التعاون اللثيق مع الدول المجاورة حول القضايا الخاصة بحماية كوكبنا، وكذلك العمل على التحول من أجل حماية سواحلنا، والعمل على إيجاد تعاون من خلال المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة. لدينا عدد من المنظمات الدولية بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي ساعدنا من أجل أن نقوم ببرامج للعمل على مكافحة تغير المناخ في دولتنا. وهناك أساس قانوني قوي والخاص بالوثيقة التي تم اعتمادها في السنوات السابقة، والخاصة بالتعاون بين الأمم المتحدة وبين كذلك الصندوق الأخضر. وعملنا على تحقيق عدد من الأهداف الواردة، وذلك طبقا لما جاء في البيانات الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات. وعملنا على وضع خطة وطنية حتى عام 2022، ونعمل بصورة قريبة مع الدول المجاورة والأطراف الشريكة من أجل مساعدة الدول في حوض منطقتنا ووضع خطة عمل لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وسط آسيا. إن حماية البحر قزوين يعتبر كذلك من المسائل الأخرى العابرة للحدود، ونحن بحاجة إلى أن نعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية بتعاون لصيق في مجال استخدام الطاقة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في بحر قزوين. كل هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال القمة الاقتصادية الأولى في بحر قزوين، والتي ستتم في 1 أبريل في منطقة بحر قزوين. وندعو المجتمع الدولي على دعم جهوده لدعم الحفاظ على البيئة، والعمل كذلك على دعم الجهود الدولية للحفاظ على البيئة وصونها في منطقتنا. ونؤكد على أن التعاون الدولي يعتبر المسار الوحيد من أجل تحقيق هذا الإنجاز. شكرا السيد بردي. أشكر السيد بردي بديع على هذا البيان. الآن أدعو السيد كانو ماكيلو لوساكا representing the International Parliamentary Union to deliver your من أجل أن يلقي بيان. Honorable President of السيد الموقر رئيس الجمعية، السادة الحضور، السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أتحدث أمام الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
ونيابة عن الاتحاد البرلماني الدولي اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لكم، فهناك عدد كبير من البلدان التي تنضم لعضويتنا. إن الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد على الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في المجتمعات الحديثة، وذكر أن البرلمانيين يمكن أن يكونوا همزة الوصل بين المواطنين وبين الرؤساء وبين المجتمع العالمي، ومن ثم لديهم دور هام يطلعون به من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويتعين كذلك على جميع البرلمانيين العمل على وضع الأطر التشريعية وكذلك الأمور التي تتعلق بالموازنة من أجل تحقيق النفع لشعوبنا، كما أننا نعتبر مساءلين أمام حكوماتنا وأمام شعوبنا، وعلينا كذلك أن نقيم الشراكات وأن نتشاطر في المعلومات من أجل التوصل إلى الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي. السيدات والسادة، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير الآن من أجل مكافحة تغير المناخ، ونحن في الاتحاد البرلماني الدولي يسعدنا أن نرى أن الدول الأعضاء تعمل بصورة دؤوبة من أجل تحقيق جدول أعمال التنمية والخطة العالمية بشأن تغير المناخ، كما أن البرلمان الاتحاد البرلماني الدولي قد تبنى الوثيقة تحت عنوان تغير المناخ، فلنعمل على تجاوز كافة المعوقات. السادة الحضور، فعلينا في هذه الحالة أن نعمل على التأكيد على التطورات الإيجابية التي حدثت، ولكن هناك الكثير من التحديات الأخرى التي تواجه البرلمانات من أجل مكافحة التدهور البيئي. ويتعين علينا أن نعمل على تعزيز الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة ودعم المساءلة وكذلك الشفافية، وعلينا في هذه الحالة أن نحقق هذا التوائم بين كافة القضايا الأخرى مثل تخفيف حدة المخاطر والمساواة بين الجنسين. نحن نبذل الجهود حتى لا يتخلف أي أحد عن الرقب، وأن نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن نكافح تغير المناخ. ويسعدنا في الاتحاد البرلماني الدولي أن نجري الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأن نعمل على سد الثغرات. وفي العام الماضي فإن هذه الشراكة قد تم التأكيد عليها بصورة رسمية عن طريق توقيع مذكرة تفاهم، وقد وافقنا على العمل سويا من أجل دعم مؤسسة البعد الدولي بشأن جدول أعمال التنمية الخاص بتغير المناخ. وحتى نحقق ذلك فإن الاتحاد الدولي وكذلك الأمم المتحدة تركز على بناء القدرات للبرلمانيين ودعم المعارف وكذلك تطوير المهارات وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي. إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد البرلماني الدولي يعمل في دول أفريقية 4 من أجل تقديم المساعدة الفنية وعقد ورش عمل تجريبية لمشاركة البرلمانيين والتي من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ باريس اتفاق باريس، وأتطلع لمواصلة التعاون الممتاز بين منظمتينا. شكرا لكم. أشكر السيد كانيف لوساكا على هذا البيان، والآن أعطي الكلمة للسيد ديفيد أربوي المقرر الخاص لحقوق الإنسان والبيئة لأن يدلي ببيانه. تفضل سيدي. المندوبون الكرام، السيدات والسادة، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ولي بولايات من أجل إقامة علاقة ما بين حقوق الإنسان والبيئة في عام 2012، ومن ثم فعلينا في هذه الحالة أن نؤكد على أن هذه العلاقة يجب أن يتم التأكيد عليها، كما أن حماية البيئة يعتمد على حماية حقوق الإنسان، والعكس بالعكس صحيح، مثل الحق في الحصول على معلومات وتكوين نقابات وغيرها. السيد الرئيس، إن المقرر الخاص يعمل كجهة للمراقبة والدفاع والمناصرة وكذلك مساعدة الدول على تحقيق حقوق الإنسان واحتراميها، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة.
على سبيل المثال فقد قدمت التقرير الأول في مجلس حقوق الإنسان في الأسبوع الماضي والخاص بالعلاقة بين حقوق الإنسان وتلوث الهواء، وقد أكدنا أن هناك أكثر من 7 مليون حالة وفاة تحدث كل عام نتيجة لهذه العمليات التي تؤدي إلى تلوث، كما أكدنا كذلك أن عدد كبير خاص بالوفيات نتيجة مرض السل ونقص المناعة البشرية وكذلك المكتسبة ومرض الملاريا مجتمعة، إذ أن الوفيات نتيجة للتلوث يعادل هذه الوفيات. السيد الرئيس، نؤكد على أن هناك صلة لصيقة بين البيئة وبين حقوق الإنسان، وكمقرر خاص أقوم بزيارات قطرية، ومن ثم فإن البعثة الأولى التي تمت إلى فيجي في شهر ديسمبر الماضي قد أكدت على تحقيق المنافع لأهالي وأبناء فيجي، وأكدوا على أن ذلك أدى إلى دعم حقوق الإنسان. وبالإقرار بوجود علاقة بين التحديات البيئية وحقوق الإنسان يمكن أن يكون عاملا حفازا يدفع البلدان ودوائر الأعمال لأن تحقق أهداف التنمية المستدامة وأن تعمل على مكافحة كل هذه التحديات. لقد جاء في إعلان ستوكهولم لعام 1972 هذا البعد، وخلال السنوات الماضية حاولنا أن نؤكد على الحقوق الإجرائية والحقوق المواضعية. أما بالنسبة للجانب الإجرائي فهناك عدد من الآليات مثل الحصول على معلومات وعلى العدالة، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق حقوقنا. أما بالنسبة إلى وجود الحق في طعام آمن وفي بيئة صحية فإن هناك آليات مثل تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي وكذلك المناخ الآمن. هناك 130 من البلدان التي وقعت على اتفاقيات في كافة الدول وكلها يؤكد على الحق في بيئة نظيفة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا وغيرها، وهناك عدد من البلدان التي تؤكد على حماية دستورية للحق في بيئة نظيفة بما في ذلك وجود قوانين بيئية في أكثر من 110 دولة، وهذا معناه أن هناك 155 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أكدت على أن الحق في بيئة صحية هو حق أساسي. وقد أكدنا أن الجميع في كل مكان من حقه أن يعيش وأن يعمل وأن يذاكر في بيئة مستدامة وصحية، وقد أكدنا كذلك على ما جاء في تقرير السيد الأمين العام الذي أكد على الحق في بيئة نظيفة، ونتطلع للعمل جميعا مع برنامج الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء والمجتمع المدني من أجل أن نحقق ذلك. شكرا جزيلا. I thank Mr. David R. Boyd for your statement. شكرا لكم سيدي على بيانكم. وأدعو سيد هاري كروشنن تولسيدس من لجنة الاقتصادية لأوروبا لكي يلي ببيانه. Excellencies. السعادة، الوفود الكرام، سيداتي، سادتي، زملاء الأعزاء، بإذن المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأوروبية سيدة أولغا ألغايروفا، أود أن أدلي بالبيان التالي. UNSC. إن لجنتنا تقوم بإعداد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية في مجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين بصورة شاملة، وقد نظمنا أنفسنا في مجالات أربعة للإدلاء للوفاء بولاياتنا دعما لأهداف الاستجيز، وهي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والاستدامة والمدن الذكية، التنقل المستدام والتوصيل الذكية، وقياس ورصد الأهداف الإنمائية المستدامة. وبالنسبة لمنطقتنا فإن لجنتنا الاقتصادية تخدم اتفاقات بيئية متعددة الأطراف كاتفاقيات تلوث الهواء على المدى الطويل العابرة للحدود واتفاقية الحوادث الصناعية بعد السقوط مفتوحة للانضمام لها من قبل جميع الدول الأعضاء،
كاتفاقية هلسنكي لحماية استخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، ومؤخرا تشاد والسنغال انضمتا إليها في 2018 واتفاقية إسكو، وذلك لتقييم الأثر البيئة، واتفاقية أروس وذلك للحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات والعدالة البيئية. هذه السكوك تعد منابرة لتبادل المعلومات والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وندعوكم جميعا للمشاركة فيها. وعلاوة على ذلك، فإن لجنتنا تطور خدمات وتحدث السكوك القانونية والتوصيات التي تتعلق بتوحيد التصنيف و كذلك ترسيم المعايير للمواد الكيماوية، وهي تساهم على المستوى العالمي في سلامة أنماط النقل، وذلك من الإدارة الآمنة للمواد الكيماوية خلال دورة حياتها من الإنتاج والتخزين والنقل واستخدامها وفي مكان العمل. كما أننا ننفذ بتعاون حميم مع قطاع الأعمال معايير وحلولا ابتكارية للنهوض بالتعقب والشفافية من خلال حلقات الاقتصاد الدائرية في الزراعة والغذاء والصيد والملابس، وذلك من خلال حلقات متكاملة للتطبيق. كما لدينا خطوط توجيهية في مجال إدارة الموارد الطبيعية، وقمنا بالحد من البصمة في مجال طاقة الوقود الأحفوري. نحن نتمنى لكم كل المداولات الناجحة في هذا الاجتماع. شكرا على حسن انتباهي. أشكر السيد هاري كريشنا على هذا البيان. والآن أدعو السيدة مونيكا السكرتيرة التنفيذة للجنة هلسنكي من أجل أن تتقدم بكلمتها. تفضلي سيدتي. السيد الرئيس، المندوبون الكرام، أرجو أن أتقدم بخالص التعازي لأهالي الضحايا حادث تحطم الطائرة في إثيوبيا، كما أتوجه كذلك بخالص الشكر لحكومة كينيا ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستضافة هذا المؤتمر. نحن نعمل من أجل تحقيق بيئة صحية في بحر البلطيق، ومن ثم نحن نعمل استنادا إلى اتفاقية دولية بين الدنمارك وإستونيا وبلجيكا ولاتفيا وليتفانيا والاتحاد الروسي وكذلك عدد من البلدان الأخرى. نحن نعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ تدابير فعالة، ونحن نقوم بتنفيذ برنامج للتدابير من أجل إيجاد بيئة صحية في بحر البلطيق. ونؤكد على أن التقرير الأخير الخاص بالتقييم العالمي قد أكد على أن حالة البيئة البحرية في البحر غير مرضية بالمرة، وأن النقاهة والانتعاش لم يكن بالمستوى اللائق، وكذلك بالنسبة للهدف الذي حققناه. ونؤكد على أن حالة البيئة البحرية في هذه المنطقة بحاجة إلى مزيد من الدعم. نحن نؤكد على أن هناك تدهور للبيئة البحرية والذي يصل إلى 2 مليار يورو سنويا. وفي العام الماضي فقد قررت البلدان المتعاقدة على عمل خطة عمل مفوضية هلسنكي والعمل على تنفيذ الإعلان الوزاري والقرارات التي سيتم اتخاذها خلال هذا الاجتماع. واسمحوا لي أن أتقدم لكم بمثالين. لقد أكدنا على أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك استراتيجية موحدة تؤكد على المصادر وليس على النهاية. كان سنعمل على إيجاد عملية من أجل إعادة تدوير المخلفات والتأكيد على الاقتصاد الدائري، ومن ثم فقد قررت الدول المتعاقدة على اتخاذ تدابير من أجل القضاء على المنتجات البلاستيكية واللدائن. السيدات والسادة، إن نتائج
تؤدي إلى الفزع مما يحدث من تدهور في بيئتنا، ولكن من الممكن أن نعمل على عكس هذا الاتجاه المواتي. وأود أن أقدم لكم بعض الأمثلة من منطقتنا والموجودة والتي من شأنها أن تؤدي إلى النجاح. نحن نؤكد على أن الحوت الأبيض في منطقتنا قد عانى لعقود طويلة من المخلفات الكيماوية، بينما نؤكد على أن وجود واستخدام هذه الكيماويات موجودة بصورة كبيرة، ولكن هناك الكثير من الفقمة التي تحسنت بعد التدابير التي اتخذناها بصورة كبيرة. وأخيرا وليس آخرا، فإن مدخلات النيتروجين والفوسفور في البحر قد انخفض بصورة كبيرة. إن هذا التقدم قد حدث، ولكننا بحاجة إلى برامج للإشراف والمراقبة والشفافية والعمل على إدراج ومشاركة المجتمع المدني، الأمر الذي سيؤتي بنتائج. إن لجنة هلسنكي عازمة على العمل بصورة تعاونية من أجل أن يكون لدينا بيئة بحرية خالية من التلوث. شكرا لكم. أشكر السيدة مونيكا على هذا البيان، والآن أدعو السيد سيلاشيك تحون من المنظمة الدولية للبامبو والرتان من أجل أن يتقدم ببيانه. السيد الرئيس، المندوبون الكرام، السيدات والسادة، نيابة عن مجلس أوصياء الاتحاد الدولي للبامبو والراتان، أتقدم بهذا البيان في هذا الاجتماع الهام الذي جاء من أجل أن يناقش عدد من القضايا الدولية الخاصة بالبيئة. ومن ثم نؤكد على أننا نمثل المنظمات الدولية الخاصة بمصنعي البامبو والراتان، ولدينا 45 من الدول الأعضاء في الوقت الحالي، ومعظمهم من الجنوب، كما أن مركز ومقر الأمانة موجودة في بكين بالصين، كما يوجد عدد من المكاتب الإقليمية في 5 بلدان بما في ذلك الهند وغانا وإثيوبيا والكاميرون والإكوادور. ونحن نعمل من أجل أن نركز على استخدام البامبو والراتان كموارد رئيسية، والعمل على تحقيق الاقتصادي الأخضر، كما سنعمل على استضافة عدد كبير من البلدان المختلفة والموجودة في الشمال وفي الجنوب، حيث أن منظمتنا تعمل من أجل دعم الحوار والتعاون بين الجنوب والجنوب خلال السنوات الماضية. ومنذ أن تأسست المنظمة فقد أحدثنا تغييرا في حياة ملايين من المواطنين في كافة أنحاء العالم، وحققنا نجاحات في دعم المقاييس المعيارية والحفاظ على البامبو والعمل على دعم البنية الأساسية للبامبو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن البامبو والراتان يعتبر من أهم المصادر الموجودة لدينا، ولكنه للأسف الشديد ذلك غير معروف على الصعيد العالمي. ومن ثم نؤكد على أن أشجار البامبو يمكن أن تزداد وتطول إلى أطوال هائلة، كما أن الراتان يتميز بالمرونة الشديدة، وخاصة في أستراليا وفي أفريقيا وفي آسيا، حيث يوجد الكثير من الرتان الذي ينمو هناك ويصل إلى عدة مئات من الأمتار مثل البامبو. وحتى نؤكد على القضاء على الفقر، فيمكن للبامبو والرتان أن يقدم مصدرا رئيسيا للمغذيات، كما أن هناك عشرات الملايين من المواطنين يعتمدون على البامبو وعلى الرتان لكسب رزقهم، بالإضافة إلى استخدامهم كعلف للماشية. وهناك الملايين من الفقراء الذين يمكنهم الاستفادة، بما في ذلك المزارعين وتجار الجملة وتجار التجزئة والصناعة برمتها، كما يمكن كذلك التأكيد على الصناعات الحرفية التي تستفيد من البامبو ومن الراتان. وأؤكد كذلك نيابة عن مجلس الأوصياء أننا سنعمل خلال السنوات القادمة على دعم الجهود للمزارعين ولغيرهم ولتقديم الحوافز، ونؤكد على دعمنا لهؤلاء الذين يكسبون قوت يومهم من خلال البامبو والراتان. سنعمل كذلك على التأكيد على المنافع التي يمكن الحصول عليها والحفاظ على الاقتصاد الأخضر ومكافحة تغير المناخ،
حيث أن هناك 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تقل بالنسبة لهذه الزراعات. ومن خلال خبراتنا التقنية في مجال البامبو والراتان فنحن على استعداد لأن نساعد البلدان لاستخدام البامبو والراتان لتحسين حياة مواطنيهم وتحسين البيئة. ونؤكد كذلك على أن البامبو والراتان ينموان في المناطق الاستوائية في أفريقيا وفي آسيا، ومن ثم نحن بحاجة لأن نطلب من هذه الجمعية أن تعترف بهذين المصدرين كأداة رئيسية لمكافحة التحديات التي تواجهنا. شكرا السيد الرئيس. I thank Mr. Selassie Getahun for your statement. شكرا جزيلا. الآن سنستمع للمجموعات الكبرى وأطلب من السيد ستيفن ستيك الذي سيمثل العلوم والتكنولوجيا. شكرا سيد الرئيس. أيها السادة والسيدات أصحاب السعادة إلى المجموعات الكبرى وشركاء قد سمحوا لنا أن نأخذ الكلمة أولا لأن الموضوع مرتبط بما نقوم به كعمل. العلوم والتكنولوجيا هو جوهر ولب الموضوع عندما يتعلق الأمر بأنماط الاستهلاك والإنتاج، وعندما نحتاج لمقاربات لتغيير هذه النظرة الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والتي نضع فيها مسؤولية الشركاء، هذا يقتضي إعادة النظر في الرفاهية البشرية والطبيعة وكذا كل الأنماط والأشكال التي يمكن من خلالها أن نشدد على مسؤولية أنماط الحياة، ظروف المعيشة، الأعمال والبنوك وكيفية بناء الثقة والإنصاف والعدالة. إن المقاربة التي تسمح بنقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب مهمة، وكذا حركية جنوب للتقنيات والفنيات والتكنولوجيات لبناء القدرات لكل الشركاء وكل أولئك الذين يهتمون بميدان البيئة والتكنولوجيا والعلوم. العلوم تعمل اليوم في العالم على أساس الشراكة مع المواطنين والمواطنات، حيث يتم تقييمها وتنفيذها في المجتمع وعلى الميدان. نظرة تفاعلية تسهل حلولا فنية وتقنية وعلمية مرتبطة مع حياة المواطنين والمواطنات بطرق حية لإدماج المعارف لدى التقليدية. إن العلوم والتكنولوجيا لمهمة من أجل الوصول إلى البيئة وإلى المستقبل البيئي التي نود الوصول إليه من خلال الفقرة 88. وإن الرابط بين السياسة والعلوم لمهم ولا يتوقف من النمو. بين كل هؤلاء الشركاء لابد من أن نقوم بالعمل ونعترف بدور برنامجي الأمم المتحدة للبيئة في هذا الميدان، ونطلب منهم أن يرقوا من ويمكنوا من تمثيل العلوم في هذا المسار. إن المجموعات الكبرى للعلوم والتكنولوجيا تواصل العمل على التقارير التي تخص المواد الكيماوية ووضع البيئة العالمي، وتعمل كثيرا مع أكبر خبراء اليونب. نساند مشروع المقرر حول المشروع والتقرير الدولي حول البيئة لصانعي القرار، الذي يدمج المعلومات العلمية والذي يدرج كذلك المقرر يونيا 1/4. جوهر العمل الذي نقوم به في مجموعاتنا لابد من أن يكمل
وأن يكون مكملا بدور الجمعية العامة للبيئة كي نستفيد من كل المعارف العلمية، وأن نعمل في المستقبل مع البرنامج الأمم المتحدة للبيئة والجمعية العامة في ثقة وفي تكامل كاملين. شكرا جزيلا. أشكر السيد ستيفن ستيتش، وأطلب وأدعو السيد جيمس دونوفان ممثل الأعمال والصناعة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أيها السادة والسيدات، اسمي جون دونوفان، وأنا لي الشرف أن أمثل مجموعة الكبرى للأعمال والصناعة في هذا الاجتماع. أولا نود أن نترحم على أرواح ضحايا التحطم الطائرة، منهم العديد من الذين كانوا يتوجهون إلى هذا الاجتماع، فلا ننسى هؤلاء من خلال أنشطتنا في خدمة البيئة. إن الأعمال والصناعة هي مجموعة من الأنشطة التي ترمي الجسور وتبنيها بين الحلول المبتكرة وأنماط الاستهلاك والإنتاج التي تم الحديث عنها في سنة 2019، والاجتماع الكبير الذي تم لهذه المجموعة الكبرى. كان هنالك من خلال هذا الاجتماع عدد من المقررات، منها تلك التي تحدد وتشدد على أهمية أنماط الإنتاج والاستهلاك وكيفية إدراج ذلك في المجتمع وفي أنماط الحياة من خلال حماية البيئة وحماية أولئك الذين يحمون البيئة ويحمون ويناضلون ويرافعون من أجل حقوق الإنسان. وهذه القضية مهمة جدا بالنسبة للجمعية العامة للبيئة هذه السنة. بالنسبة لميدان الأعمال، فنحن بحاجة لتجنيد كل الموارد من أجل تمكين سياسات تسمح بالابتكار والاستثمار القطاع الخاص، وكذا إعادة النظر في كل الظروف التي تسمح بالوصول إلى استعمالات وتطبيقات عملية. نواصل العمل كذلك على الهدف 17 للتنمية المستدامة كأحد أهداف المهمة للبيئة، والذي يحتاج إلى أنشطة سياسية واجتماعية واقتصادية كي نصل إلى تكييف هذه الأهداف من خلال إدراج قطاع الأعمال والاقتصاد والصناعة. نحن ننظر بطريقة الاقتصاد الدائري إلى هذه المقاربات، وكذا الخيارات التي ستسمح بتحفيز والحث على الحوار بين كل الشركاء نحو استدامة للإنتاج وللإنتاج، وخاصة منها البلاستيكية. نود أن نشدد على أهمية الوصول إلى حلول ابتكارية فعالة من خلال خيارات تمس دورة الحياة للمنتجات والأعمال والاقتصاد، وكيف يمكننا استبدال وإعادة النظر في تلك الأنماط حيث يمكن ذلك. وفي الختام نود أن نجدد كل النداءات من أجل استعمال أنجع للموارد، وهو الحل الأمثل، ونحن نعلم ذلك. السؤال هو من حيث نبدأ كي نصل إلى هذه الأعمال؟ لابد من أن يكون هنالك أنظمة قابلة للقياس وللتقييم من خلال الحكومات والسياسات والعلوم والبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. إن قطاع الأعمال والصناعة هو شريك سيأتي بالحلول المبتكرة، ونحن هنا جميعا معا فلنصنع المستقبل اليوم. شكرا جزيلا. أشكر السيد جيمس دونوفان. أود أن أطلب من السيد والي حايدر، وهو ممثل المجموعة المزارعين. Thank you, Chair. شكرا سيدي الرئيس. أيها السادة والسيدات، أنا
ولي هايدر من باكستان، وسأتحدث باسم مجموعة المزارعين. إن أنماط الإنتاج والاستهلاك لا زالت لديها وقع سلبي وأوجه سلبية، والتي تؤدي إلى أزمات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وكذا المؤسسات الكبرى، وهذا موجود في أزمات الغذاء والتغير المناخي والعبث بالموارد الطبيعية والتشديد في عدم العدالة. إن هذا الإنتاج الزراعي والصناعي لديه بعض التشجيعات المالية خاصة في ميدان الزراعة، وهذا لديه واقع سلبي على حالات الجوع والفقر وكذا الهجرة ولذلك فنحن بحاجة للابتكار. لابد من حلول مبنية على الإنسان، تكنولوجيات وتقنيات ترقي من التنمية المستدامة والتعاضد والروح التضامني. هذا الابتكار الذي سيأتي بالتغيير في حياة الإنسان. أن هذه الحلول يمكن أن لا تكون تكنولوجية وفنية بل اجتماعية، ومن العدالة الاجتماعية في ربط المجتمع بالاقتصاد والسياسة والبيئة، الركائز الثلاثة للوصول إلى هذه الحلول وأنماط الإنتاج والاستهلاك. إنه لمن اليقين أن الفلاحة الصديقة للبيئة هي مركز نجد فيه العديد من الحلول التي تصون البيئة وتحمي صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات والهواء من خلال إدماج المعارف التقليدية وكذا المعارف التكنولوجية والعلمية الحديثة. ولذلك نحن بحاجة إلى ترقية وتقييم هذه المعارف الفنية والتكنولوجية والتقليدية وخلق أسواق للترويج لهذه الحلول، والتي تأتي من لكي تخفف من وقع الفلاحة والزراعة الصناعية. ونود أن نسجل أن هنالك بعض التقدم، لكن المفاوضات دائما هي في صالح الصناعات الكبرى. لدينا بعض النداءات ولن أقوم بقراءة هذه النداءات. إن المزارعين في العالم موجودون معكم في هذه القاعة لنعمل معا على هذه الحلول المبتكرة. شكرا جزيلا. أشكر السيد والي على هذا البيان. الآن أعطي الكلمة إلى السيدة داماري سوجا. شكرا سيدي الرئيس على إعطائنا الكلمة. أنا أتحدث باسم NGO. سيدي الرئيس شكرا على إعطائنا الإمكانية للحديث أمام هذه الجمعية العامة كي نصل إلى حلول للمشكلات البيئية، لكن لابد من أن نسجل نسقا في طموحاتي في هذه القاعة. إن الواجب هو أن نمثل المصالح العمومية والجمهور. استعمال الصيغ التي تستعمل في إطار الأمم المتحدة، والتي لابد من أن نستعملها في كل تلك الأفكار والمفاهيم من عدم الرجوع إلى الوراء، وأن لا نضعف من الصيغة التي تخص القضايا الجنسانية ويخص التقدم المحرز في حماية البيئة من الغابات وكذا
كل الأنظمة التي تخص الأمم المتحدة وحماية البيئة، إن كل تلك البراهين البيانات العلمية لم يتم إدراجها جميعها، ولا بد من أن نفهم أن القضايا المهمة من الزراعة الصناعية المكثفة التي هي أحدى الأسباب التي تتهور الأراضي والغابات لا ينظر إليها بعين العناية الكافية. ولذلك فنحن نواجه اليوم هذه الأزمات، لابد من أن نعيد التوازن اليوم وأن نشدد على أوجه الأخرى للتنمية المستدامة، منها الاجتماعية والبيئية. إن لم نقم بذلك بالإرادة السياسية وبالعجالة، فنحن نتوجه إلى كارثة طبيعية إيكولوجية تمس العالم بما في ذلك أنتم هنا في هذه القاعة وكل عائلاتكم. لابد من أن نجني ثمار البيانات والأبحاث العلمية وأن ننفذها كي نتفادى الوصول إلى نقطة عدم الرجوع. لدينا البراهين، لدينا العلم والبيانات، ونحن بحاجة للإرادة السياسات الإرادة السياسية. الأنجيوس هي في نيروبي اليوم كي نؤثر على هذه المقررات. لابد من أن نرفع من سقف هذه الطموحات وأن نعمل بوتيرة عاجلة، وإلا فستخرج كل تلك الكوارث عن المراقبة وعن التحكم. شكرا جزيلا. أشكر السيدة ليدا، شكرا. أطلب الآن من السيدة أوجا التي تتحدث باسم مجموعة النسوة. Thank you, Chair. I'm Damaris Uja from. شكرا سيدي، أنا سيدة أوجا، ممثل أتيكم من نيجيريا، ومثل مجموعة النساء ومجموعة الكبرى للتجارة، وأود أن أعزي كل الضحايا التي الطائرة تحطمت في أثيوبيا. ولابد من أن نتحدث عن قضايا مناضلي الحقوق، حقوق الإنسان والبيئة الذين يتعرضون لاضطهاد حقوقهم ويعملون على حماية البيئة. ونحن كلنا آمال أن هذه لفرصة بالنسبة للنساء، وخاصة لأولئك الذين يناضلون لحقوق النسوة وحقوق البيئة، أن نرفع المشكلات ونطلب من الدول الأعضاء أن تشجع مشاركة المرأة في كل مسار اتخاذ القرارات. وكما تم تسجيله من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة، هنالك طموح للوصول للتساوي في إطار هذه الجمعية العامة، وكذا مفهوم ومبدأ لعدم الرجوع إلى الوراء. ولا بد من أن نحترم هذه المبادئ في كل مشاريع المقررات. لا يتعلق الأمر بعد عدد المقررات، بل يتعلق الأمر بالحياة، بحياتنا، بحماية المناضلين أولئك الذين يدافعون ويرافعون على هذه القضايا. بعد 3 جمعيات عامة للبيئة، فنحن بحاجة لإطار سياسي يأتي من الدول الأعضاء كي يضعها أمام مسؤوليتها ويلزمها بهذه الالتزامات. إن أولئك الذين يعملون على هذا في هذا الميدان لابد من أن يقوموا بنقل هذه الهندسة وهذه البيانات العلمية إلى سياسات تنفذ. نحن بحاجة إلى تغيير بإدماج الابتكار الاجتماعي والمعارف التقليدية وسكان الأصليين الذين يحترمون هذه المبادئ. نحن بحاجة لهذه النقلة وهذه المرحلة التي ستنقلنا إلى عهد الإنصاف والعدالة والمسؤولية، بمشاركة أكبر للنسوة ولكل المجموعات. وعندما نتحدث عن المستقبل الذي نريده ومشاركة كل المجموعات الكبرى على كل المستويات، نحن نشدد على هذه المبادئ، نذكر الدول الأعضاء بالتزاماتها التي اتخذتها في كل المحافل الدولية من أجل
الشفافية في العمل مع منظمات المجتمع المدني وكل أولئك الذين يعملون في هذه المنظمات والذين يعانون من وقع سياسات بعض الدول الأعضاء والعالم الذي يواصل العمل على التغير على التكيف والتخفيف من التغير المناخي وترقية تلك الحقوق وإدماج المعارف. ونذكركم أن هذه المسؤولية الكبرى على عاتقنا في هذا الاجتماع، ونعول عليكم ليس فقط كي تسجلوا هذه الحقوق الإنسانية والبيئية، هو أن يكون هنالك تبني لمقاربة ولمقررات شاملة وتدرج كل قضايا الإنسان والبيئة والمرأة. شكرا. أشكركم. أعطي الكلمة للسيدة سابينا سيانكو التي تمثل مجموعة السكان الأصليين. Thank you, Chair. شكرا سيدي الرئيس. أنا أتحدث باسم المجموعة الكبرى للسكان الأصليين. أولا أود أن أتحدث عن بعض الحقائق. نصف الغابات الاستوائية قد اختفت، وهذا بسبب تدهور الأراضي والغابات. 40% من الأراضي تدهورت حول العالم، وخاصة بسبب الزراعة الصناعية المكثفة. واحد على أربعة نسمة يشربون أرضا ماء غير نقية للشرب، ودون الحديث عن مياه الصرف التي تصل إلى البحار والأنهار والمحيطات. إن هذا يأتي من البنية التحتية غير المستدامة للفلاحة والزراعة والتلوث والأنواع الغازية التي تبقى مشكلة بالنسبة للتنوع الطبيعي وخدماته. وهذا التدهور يؤدي إلى عدم الأمن الغذائي، وكذا على وضع رفاهية الإنسان وحياته على المحك. أكثر من 100 دستور يعترف بحق البيئة، لكن هنالك ضحايا من مناضلي هذه القضايا والذين يتعرضون للتحرش والمضايقة من السلطات من خلال كل أكثر من 100 مناضل الذين قتلوا هذا السنة. نصفهم يأتون من السكان الأصليين، وهم يشاركون معكم هنا في الجمعية العامة. والجمعية العامة تعترف بمشاركة وبإسهام المعارف التقليدية في الحفاظ على البيئة، تعترف أن الطريقة المستدامة للسكان الأصليين في إدارة الموارد يمكن أن تقلص من الانبعاثات والتلوث واستعمال البلاستيك، وكذا تدهور التنوع الطبيعي والوصول إلى التنمية المستدامة. ولذلك فنود أن ندرج ونعترف بالمعارف الأصلية والتقليدية لسكان الأصليين بما في ذلك في إعداد التوقعات العالمية للبيئة وتقاريره. وهذا ما سيسمح لنا بالوصول كذلك إلى قضايا أنماط الاستهلاك والإنتاج، أن نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مناضلي والمرافعين لحقوق البيئة والإنسان، وأن نضمن عملهم ومسؤولية أولئك الذين يخترقون قانون دول حقوق الإنسان، وكذا القطاع الخاص ومسؤولياته. والحديث عن القضايا أنماط
الاستهلاكي والإنتاجي والهيمنة الاقتصادية والصناعية والضحايا الذين يأتون من السكان الأصليين. وكذا نطلب من برنامج الأمم المتحدة والجمعية العامة هو أن نفتح صندوقا ماليا لهذه القضايا ولمشاركة السكان الأصليين ومجموعات الأصلية في مسارات الجمعية العامة. إن الجمعية العامة الرابعة للأمم المتحدة حول البيئة لمهمة بالنسبة للسكان الأصليين في مسار اتخاذ القرار في القضايا التي تمس بطريقة مباشرة حياتنا وعيشنا والنماط والقضاء والقضية والقضية قضية أنماط الاستهلاك والإنتاج هي مهمة من خلال الاعتراف على أن البيئة الصحية والنظيفة هي الدرب السليم للوصول إلى هذه الحلول. وأخيرا أود أن أهنئ السيدة أندرسن على تعيينها كمديرة تنفيذية جديدة ونود العمل معها في هذه القضايا. ونود أن نشكر طاقم الأمم المتحدة للمجموعات الكبرى السيد ألكسندر يولاس للعمل معنا لتحضير هذه المشاركة. شكرا جزيلا. أشكر السيدة سابينا سيانكو. أيها السادة والسيدات، لقد انتهينا من قائمة المتدخلين لهذه الجلسة. سنرفع الجلسة الآن وسنواصل غدا على الساعة 3 زوالا. وأود في هذه القاعة وأود أن أعطي الكلمة الآن إلى الأمانة لبعض الإعلانات. أود أن أعيدكم علما أن كل التدخلات والخطب والبيانات قد تم وضعها على بوابة اليونيا، وكذا خطابات الأمس صوتا وصورة، وسنقوم بوضع تلك التي سمعنا إليها اليوم ابتداء من الآن إذن غدا. إذن بعد هذه الإعلانات نرفع الجلسة. يقول السيد الرئيس.